لو الحكاية فيها إن فيتو اللائحة الطلاب هم اللي اتكلموا عن اللائحة الطلابية، لكن أنا بقول إنه لائحة 79 ما نفعتش. أي لائحة بجائرة وبتظلم الطلاب أنا أعتقد إنها لن تنجح. أظن هم يعني يجب عليهم إنهم يتعلموا الدرس، هم ما بيتعلموش الدرس، ما بيتعلموش. طب نعمل لهم إيه؟ دكتور أحمد دراج جامعة الأهلية، أستاذ رئيس قسم صحافة كلية الآداب جامعة بنزويت، واقف مع زمايلي في وقفة ضد القانون وحزب الأساتذة وما فيه من مواد، هي كلها مواد يعني مواد ضد القانون وضد العقل. لو الوقفة ما حققتش مطالبها، ايه الإجراء اللي حضرتك هتاخده؟ ممكن يبقى في إجراءات تصعيدية. لا أظن إن أساتذة الجامعة كلهم مش موافقين على الكلام الفاضي اللي بيتعمل ده. وإذا كان الرئيس إذا كان الوزير هو أستاذ قانون فعليه يراجع القانون كويس، يقرأ كويس. أنا بقول له يعني يقرأ قانون كويس، ما دام هو أستاذ جامعة وأستاذ قانون يقرأ قانون كويس قبل ما يسعى في أن يضع قانون يخالف الدستور، يخالف القوانين، حتى يخالف كل الأعراف الدولية. إيه ده؟ طب تمام، رأي حضرتك في تأخير العمداء، أسامي العمداء في بعض الكليات؟ هذا جزء من قانون. قبل كده برضه كان رئيس كان الوزير قدمه انه فيما يخص بتعيين العمداء ورؤساء الجامعات،